بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. أهلا بكم في المراجعة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية قبل امتحان نصف العام. النهاردة زي ما انتم شايفين يا شباب هنبدأ بأهم النماذج من كتاب الطالب والورك بوك. هنبدأ بالمحادثة. المحادثة رقم واحد، طبعا لازم تعرف المحادثة بتتكلم عن ايه بانك تقرأ عنوان السؤال. Number one, a passenger راكب is booking a ticket. يحجز تذكرة to أسوان، الى أسوان من محطة القطار. Ticket officer موظف التذاكر بيقول للراكب How can I help you؟ كيف لي ان اساعدك؟ Passenger الراكب بيقول له ايه؟ I want to book a ticket، انا اريد ان احجز تذكرة. ticket officer موظف التذاكر سأله سؤال. passenger اللي هو الراكب قال له ايه؟ قال له I am going to Aswan، انا سوف اذهب الى اسوان. يبقى هنا هنسأل عن مكان، هنسأل بكلمة ايه زي ما انتم شايفين يا شباب. where are you going، اين انت ذاهب؟ الراكب سأله سؤال برضو، قال له ايه؟ when، متى does the train leave، متى يغادر القطار المحطة؟ يبقى وين هنا بتسأل عن الزمن، فطبعا ticket officer موظف بيع التذاكر قال له it leaves at 7 o'clock، قال له القطار سوف يغادر المحطة الساعة 7. passenger الراكب سأل موظف التذاكر سؤال، قال له which أي platform، أي رصيف does it leave from، يغادر منه القطار. فطبعا ticket officer اللي هو موظف التذاكر قال له it leaves، القطار سوف يغادر from، من platform، من رصيف number 5، رصيف رقم 5. passenger سأل سؤال، الراكب سأل سؤال، ما تسألش السؤال لما تشوف الإجابة. فticket officer اللي هو موظف التذكرة قال له إيه؟ قال له the ticket، التذكرة is 150 pounds، 150 جنيه. يبقى 150 جنيه، يبقى هيسأل عن السعر. يبقى الراكب هيسأل يقول له ايه؟ How much is a ticket؟ ما سعر التذكرة؟ لما موظف التذاكر اللي هو ticket officer قال له the ticket is 150 pounds، 150 جنيه، passenger هيقول له اللي هو الراكب هيقول له ايه؟ هيقول له ايه؟ اوكي حسنا، here you are، تفضل. شكرا يا شباب، وإلى اللقاء في الدرس القادم مع تحيات قناة مستر محمد القشاوي التعليمية.